السلام عليكم عصابة الربح، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة موقع جديد لربح البيتكوين، اول ما بتسجل بتاخد 1000 ساتوشي، وكمان مسابقة يومية على 10 روبل في الفيديو ده ان شاء الله، كله يسيب عنوان محفظة الباير. واللي ما اشتركش في المسابقة الاسبوعية فاضل 3 ايام، زي ما شفنا في الفيديو ده بعتنا 10 دولار للفايز، وفاضل 3 ايام ونعلن عن الفايز الجديد. نروح الموقع على طول عشان ما نطولش عليكم الفيديو. الموقع اسمه BTC بوكس. الموقع ده عبارة عن موقع مشاهدة اعلانات واختصار روابط وكده. طيب عشان نسجل في الموقع ده بندوس على كلمة ساين اب من فوق، بتكتب اليوزر نيم بتاعك، بعد كده الايميل بتاعك، بعد كده الباسورد، وبتعيد الباسورد مرة تانية، وانا بتختار الكباتشا اللي انت عايزها، ممكن تختار لي كباتشا، وبتدوس على علامة صح عند اي ام اكسبت، وتدوس بعد كده على ساين اب. احنا عندنا حساب فهنخش على الحساب بتاعنا على طول. اما نيجي نسجل دخول هنكتب الايميل والباسورد، ونسيت اقول لكم اول ما بتسجل بيبعت رساله تفعيل على الجيميل، بتروح على الجيميل وتفعل الحساب بتاعك. هندوس على ساين ان، اهو اول ما نخش كده هنلاقي ان احنا معانا هنا 1000 ساتوشي. اول ما تسجل هتلاقيه في البالانس معاك. طيب ايه اللي هنقدر نكسبه من الموقع ده؟ اول حاجه تقدر تعمل فوست، من هنا بتدوس على رول اند وين، كل ساعة بتاخد من فوس الدون مبلغ. هنحل الكباتشا وبتختار كباتشا من هنا، هندوس على رول، هنلاقي جالنا المبلغ ده اهو 10 ساتوشي على حسب الرقم اللي بيجيلك، وبعد ساعة بتقدر تخش القرارة تاني. وعندنا هنا الشورت لينك، الرابط المختصرة، بتدوس على فيزيت. طبعا احنا عارفين بنكمل ازاي الرابط المختصر، اهو بتستنى 6 ثواني بيحولك بعد كده على الرابط المختصر، بتدوس على جنريت لينك. اهو ادي الموقع اهو، بتقعد تحل الكباتشا وتدوس على كونتينيو. هنرجع دلوقتي بس عشان ما نطولش الفيديو. عندنا حاجة تانية اسمها View Ads من فوق هنا. هنا الفكرة ان انت بتدوس على اعلان، بيقولك هتشوف الاعلان دون لمدة 20 ثانية، وهتاخد 8 ساتوشي. هنطلع كده تاني على View Ads، معلش، هتختار الاعلان، هتلاقيه فتح لك الموقع وبيعد معاك اصلا في الصفحة اللي قبليها لمدة 20 ثانية. اهو هنستنى كده خلاص، هنرجع اهو هيعمل ريفرش وادانا 8 ساتوشي. وهنا برضو برنامج الاحالة 3 مستويات، 20% و10% و5 تقريبا. بس كده ده الموقع، كان ده كل حاجة فيه. وعند السحب هنا تدوس على ويزدرو، بيقولك ان انت الحد الادنى للسحب، انت ممكن تسحب على البيتكوين 50,000 ساتوشي، ممكن تسحب على اللايت كوين لو انت معاك 10,000 ساتوشي، ممكن تسحب على البيتكوين وتسحب على الدولار على الباير او على الروبل على الباير عادي جدا. بتدوس على اللي انت عايزه وبتكمل البيانات بتاعتك، بتحط الادرس وكل حاجة، بس على ماكسيموم بس دوم بعد ما توصل ل10,000 ساتوشي. الموقع سهل جدا والكل يشتغل عليه. الموقع ده مش هياخد في ايدك في اليوم 10 دقايق او ربع ساعة، وبعد كام يوم هتلاقي انت جمعت منه مبلغ كويس جدا. ياريت يا شباب كله يستغل الموقع ده ويسيبه عنوان محفظة الباير عشان مسابقة اليومية 10 روبل.